نعم. عايزك في المكتب. ما تتأخريش. تاخدي بعضك من هنا. مش عايز أشوف وشك تاني. فاهمة ولا لا؟ لا والله معلش أنا أسفة مش هقدر أمشي. أنا اللي مشغلني مستر هشام ابن صاحب المصنع. هو بس اللي يقدر يقولي مع السلامة. يا ماما. إيه؟ أنت بتتحديني يا بنتي ولا إيه؟ لا خالص. أتحدى حضرتك إزاي؟ أنا ما أقدرش أتحدى حضرتك. أنا يا دوبك بنت غلبانة بتشتغل هنا في المصنع بمرتب ما كانتش تحلم بيه أبدا. قولي لي ناوية على إيه؟ ولا حاجة. أخليك تلف حول نفسك تندم على اليوم اللي عرفتني فيه. شوف أنا عارفة إنك بتموت من القلق إن ليلى تعرف اللي كان بيني وبينك. طبعا أنت عايش لي في دور الملاك البريء كيوت راجل الدغري اللي ملوش في الشغل الشمال والحال المايل. بس أنا بقى هفضحك قدامها. وتفضح نفسك كمان. أنا مفرقش معايا خالص على فكرة. عادي جدا. لا 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 اوعى تمد ايدك عليا. اقسم بالله العظيم اعمل لك فضيحة هنا ما تعرفش تخرج منها ابدا. اوعى تفتكرني ان انا هخاف زي زمان وكش. لا واعمل حسابك ان انا هقول لهشام وليلى وهيقفوا معايا مش كده وبس. وعيشة ده عيشة كمان ما هتصدق. ايه رأيك؟ لا انا خلاص صبري نفسك. ده انت خايف من ايه؟ قلقان من ايه؟ الموضوع مش حكايه ان هم يعرفوا اللي كان بيني وبينك. ده اكيد وراك مصايب. هيدوروا وراك وهيجيبوها ويعملوا. هدور. اخرسي اخرسي ما تنطقيش ولا فكري. اشرف باشا. اشرف باشا ايه ده؟ انت اتخبطت؟ بره بره بره. ليه؟ بره. طب طب بالراحه. سلامتك سلامتك يا باشا سلامتك. ماشي ماشي.